الرسالة رقم واحد اللي تتكلم طبعاً ظاهرة الحسابات الوهمية والإخبارية في شبكات التواصل الاجتماعي المسيئة لأمن البلاد. الأخ الرئيس، فحفظ أمن البلد سواء من الإساءات التي تجي من داخل البلد أو من خارج البلد، يعني حسابات من داخل الكويت أو حسابات من برا الكويت وخاصة من لندن. اللي قاعد يصير الأخ الرئيس الآن كل هالزعزعة اللي قاعد تتم عن طريق حسابات وهمية تدار من لندن. وحقيقة بإمكان الحكومة أن تحجب هذه المواقع. الآن يتوقعون الموضوع أنه من اختصاص وزارة الداخلية. صحيح وزارة الداخلية عندها إدارة الجرائم الإلكترونية بإدارة يوسف الحبيب ومديرها مو مقصر، لكن ما عنده الصلاحيات اللي ممكن نقدر نقوم فيها ويحجب هذه المواقع. لأن حجب هذه المواقع يا رئيس المسؤول عنها الهيئة العامة للاتصالات. الهيئة العامة للاتصالات هي المسؤولة عن حجب هذه المواقع. لأن كابل الإنترنت يا رئيس هذا الكابل هذا تختص فيه الهيئة العامة للاتصالات وليس وزارة الداخلية. فيجب الأخ الرئيس على الحكومة أن فعلاً تحجب هذه المواقع عن طريق الهيئة العامة للاتصالات. طبعاً الهيئة العامة للاتصالات الآن مو قادر تحجب لأن مو مستغلين الكيبل لحجب هذه المواقع. فلما سألني الأخوان في الجرائم الإلكترونية ليش مو قادرين تحجبون هذه المواقع؟ فقال هذا مو اختصاصنا، من اختصاص الهيئة العامة للاتصالات. فقلنا لهم طيب الدول الثانية السعودية وقطر والإمارات في نفس اليوم يمسكونه، أي واحد يسيء البلد أو أي تغريدة مسيئة البلد في نفس اليوم يتم الكشف عنها. فاتضح الأخ رئيس أنه الهيئة العامة للاتصالات هذا الكيبل طبعاً مستغلين المبلغ يكلف 10 مليون. طيب هذا أمن البلد الأخ رئيس، أمن البلد يعني أكثر من هالمبلغ. فماني عارف الأخ رئيس أنه مبلغ بقيمة كيبل قيمته 10 مليون الدولة إلى الآن ما شرت هذا الكيبل حاليا بما يخص الانترنت. لذلك الحكومه مطالبه الاخ الرئيس انه بالفعل مثل ما هو معمول في دول الخليج في موضوع كيبل الانترنت ان يعمل فيه في الكويت، بحيث اقدر اراقب جميع اتصالات تتم من خارج الكويت. اللي قاعد يتم حاليا انه جميع المواقع الالكترونيه اللي تسب الكويت ومن برا الكويت ما هو قادرين يسيطرون عليها وزاره الداخليه لان من اختصاص الهيئه العامه للاتصالات. لذلك فالحكومة ملزمة، الأخ الرئيس يعني كلامي موجه للحكومة، الحكومة ملزمة الأخ الرئيس وخاصة بالهيئة العامة للاتصالات أنه كيبل الإنترنت يجب أن يكون يفعل وتراقب جميع المواقع الإلكترونية اللي قاعد ترسل من خارج الكويت. فالحكومة ما لها عذر من تاريخ اليوم. يمكن أول الناس تعتقد أغلب النواب يعتقدون الموضوع يختص وزارة الداخلية في حجب المواقع اللي قاعد تدار من خارج الكويت. حجب المواقع الأخ رئيس من اختصاص الهيئة العامة للاتصالات. لذلك كيبل الإنترنت المختص فيه الهيئة العامة للاتصالات. لذلك دور الحكومة الأخ رئيس أن بالفعل تفعل دور الهيئة العامة للاتصالات بحجب جميع المواقع اللي تتم من خارج الكويت، وبالعكس يعرفون هذه المواقع. لو أعطيته أمر الأخ رئيس الهيئة العامة للاتصالات مباشرة ومباشرة بشكل فوري راح يطلعوكم جميع الحسابات وبأثر رجعي. جميع من سب الكويت أو سب القيادات أو سب النواب راح يبين عندهم الأخ رئيس.